ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن المؤثره الجزائريه الجميله نوران، وهي بتحتفل بالمولد النبوي الشريف وعلى التقاليد والطقوس الجزائريه. نشوف حضراتكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، ونتمنى للجميع يا رب كل السعاده وكل التوفيق، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله، وما تنسوش الشير واللايك، وكمان تدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. محمد نبي. اكتبوا لنا في التعليقات انتوا من الناس اللي احتفلتوا بالمولد النبوي الشريف وعملتوا ايه في طقوسكم في الجزائر. السلام عليكم.